نيجيريا وجنوب افريقيا. نيجيريا كان ممكن ظهورها في دور المجموعات، ما كان نيجيريا طبعا اسم كبير، ولكن احنا بنتكلم يعني فنيا ما كانتش مقنعه بالنسبه للمحللين، طبعا ولكن ظهورها في مباراه الكاميرون شويه كوره بقى كده واهداف وروح يعني غيرت خالص صوره دور المجموعات. لا هو ماتش كان غريب، ماتش نيجيريا تسيدت الشوط الاولاني جابوا جون، فجاه كاميرون في 3 دقايق بيتعادلوا ويكسبوا، الشوط الثاني بينزلوا نيجيريا بيعملوا فيهم نفس الموضوع في 3 4 دقايق بيجيبوا الثاني والثالث، فماتش كان حلو جدا. وكنا لسه بنتكلم ان هو هيبقى غالبا اصعب ماتش في دور ال 16 لان فرقتين اسامي كبيره تاريخي. فانا شايف ان نيجيريا طبعا استحقت، عندهم لعيبه مهاريين اكتر وبيلعبوا كوره على الارض احسن، يعني الكاميرون اقويه جدا بس ما اقنعوناش. يعني طب الجنوب افريقيا منتخب اللي قدر يتفوق على المنتخب المصري، لكن بالمستوى اللي هو ظهر بيه متهيألي هو ظهر بافضل شكل ممكن ليه في البطوله مع مصر. هو احسن ماتش ليه في بالزبط. مصر، 3 ماتشات تانية كانوا مستوى ضعيف كان جدا، مستوى حتى عادي. الماتش اللي كسب بتاع ناميبيا كان كسب بكورنر، يعني ما كانش لا هو المدير افضل الفني شكل ظهر بيه منتخب جنوب افريقيا يقدر يعمل بيه ايه قدام افضل شكل ظهر بيه برضه منتخب نيجيريا. انا شايف الماتش الاثنين لعيبه كوره والماتش متكافئ جدا، ما تعرفيش مين ممكن يكسب. جنوب افريقيا ممكن تلعب نفس الماتش اللي ادته مع مصر وتقدر تفوز، ونيجيريا نفس الكلام، يعني الاثنين طالعين من ماتشين كويسين عملوه، فصعب ان انت تراجعي حد. طبعا نيجيريا كاسم اقوى من جنوب افريقيا بس كمستويات انا شايف الماتش متكافئ جدا يعني.